هذا يسأل عن اللي يلبسون ملابس النوم ويجون للمسجد، ينبغي للمسلم يتجمل للمسجد والصلاة، يلبس ملابس الزينة، ما يلبس الملابس ملابس النوم أو الملابس البذلة، إنما يتجمل للمسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأقل شيء ستر العورة، وما زاد فهو من الجمال، والجمال مطلوب، إن الله جميل يحب الجمال. أنت لو تذهب الحفل، لو تذهب الحفل مجتمع للناس، هل تذهب بثياب النوم؟ إذا بغيت تروح الحفل تلبس أحسن ثيابك، فكيف تجي للمسجد اللي هو مجمع الملائكة ومجمع عباد الله الصالحين، وأنت أنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تقف بين يديه، كيف لا تتهيأ التهيؤ الطيب لهذا الاجتماع؟